شوفكم معكم امير اليوم حضراتكم المقطع الجديد من سكيتات ويا يوسف وهذا ما ادري شنو اسمه. واليوم راح يشون يوسف جمع سكيتات جديده وهذا اللي سجاد الحمد لله ذكرت اسمه سجاد اخذ السكيتات القديمه وطاي يوسف الشم مش قد 13 على خساره يوسف الاهبل يوسف جيب لي الزلاجات ويا عالمي ايه عالمي هو بس انا ما يجي وياك هذا لو تنقلب الكل عرضية كلها ما يجي وياك من هو اميرنا ملك ايه شنو قصتكم انتم يلا يا سيف يلا راح نتحدث يلا راوينا يلا انا وهذا ما ادري شنو اسمه راح نقيم حركاتكم يلا عشرة يلا يوسف اول شيء عندك تسوي حركة اللي القفز والدوران القفز والدوران يلا ويو ويو واجي واروح اوكي ويو انا اغسل شويه اوكي انت يوسف خسران حتى الحركه سويتها غلط المفروض تقوز انت تلوف انت وبالهواء بس انت اصلا خسرت يلا سجاد يفوز وطي 100 من 10 يوسف سالب 50 سجاد يوسف ياخذ سالب 50 من 10 هاي المره بقدر لسكت يلا سوي لايكات شوف ايش صار بي يلا لا لايكات الخاطر نعال سجاد تعال الخاطر نعال لخاطر نعال سجاد طول لك اشتراك الشباب جاي يسوي عمليه سجاد يا يوسف الجراح شلون صارت العمليه ملك 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 شنو سي ايش ما هسه ايش مر برخه ايش مر بي ايش مر بالشارع ملك يا سيف شو مر ايش مر برخه بالشارع سيك سيك رايب يلا يا شيخ اشوف شكل يوسف لما يطفض ويمشي يلا يا يوسف يلا فقير ايه فقير لو عندك فلوس نايس ما جاي اشوف شي شنو قصتك يلا يا زلمه امشي خلينا نشوف حاجه بالدنيا ويو 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 سجاد الله يخليك سجاد صار بيك وساح الشيء قال يا اخي سجاد ما ادري ايش قصتك شو طير زاجيل يلا يا شباب عايزين سباق بين المدام منو ثلاثة يلا يوسف فاز يلا يوسف فاز سجاد طاح حظه يلا يا عايزين سباق بين الثاني يلا واحد ثلاثة